السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نشرح لكم طريقة لمعرفة رقم شريحة أو رقم بطاقة الهاتف الخاص بك لجميع أنواع الشركات الخاصة بالاتصال المتواجدة في بلدك. على سبيل المثال، نحن في المغرب لدينا مجموعة من الشركات، منها اتصالات المغرب، كذلك أورنج أو ما يعرف بميديتيل، كذلك هناك شركة إنوي. لذلك لتقوم بمعرفة رقم الهاتف الخاص بهذه الشرائح وهذه الشركات، كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التي سوف أشرحها إن شاء الله في هذه الحلقة. كما قلت على هواتف الشاومي، هذه الخاصية فهي متواجدة فقط في هواتف الشاومي. بالنسبة لأنواع الهواتف الأخرى لا أدري هل هذه الطريقة متواجدة بهم أم لا. إذن كيف ذلك؟ فتابعوا معي الطريقة، فالعملية بسيطة جدا. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف الخاص بك بهذا الشكل، تنقر عليه بهذا الشكل. بعد ذلك مباشرة سوف يظهر لك هنا مجموعة من الخيارات الخاصة بالإعدادات الخاصة بالهاتف الخاص بنا. الخيار الذي يهمنا هو الخيار الرابع، سوف تجد هنا About Phone، كذلك سوف تجد System App Update، سوف تجد هنا Security Status. الخيار الذي يهمنا كما قلت وهو سيم كارد موبايل نتورك، ننقر عليه بهذا الشكل. بعد ذلك مباشرة سوف يظهر لك هنا جميع الشرائح المتواجدة لديك. كما تلاحظون، فبالنسبة للهواتف شاومي فهو يقوم بتشغيل شريحتين. بالنسبة للشريحة الأولى فهي خاصة بمارك تيليكوم، ده هو الرقم الهاتف الخاص بي، يظهر لكم كما تلاحظون معي هنا. فأنا سوف أقوم بإخفاء الرقم حتى كما قلت أحافظ على خصوصية الخاصة بي. كذلك هنا لديك كما تلاحظون الشركة الثانية وهي إنوي، فهذه البطاقة فهي لا تشتغل. المهم، هذه هي الطريقة إخواني الكرام. كما تلاحظون الآن قد ظهر لكم الرقم الهاتف الخاص بي. جيد، الآن سوف نقوم بشرح الطريقة الثانية، وكذلك فهي بسيطة جدا لكي تعرف كما قلت رقم بطاقة سيم الخاصة بك. كيف ذلك؟ فالعملية بسيطة جدا. سوف نقوم ب مرة أخرى نقوم بالذهاب إلى الواجهة الخاصة بالهاتف الخاص بنا. بعد ذلك مباشرة سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل، كأننا نريد أن نقوم بإجراء أو إرسال رسالة إلى شخص ما. نقوم بالنقر على زر الخاص بالرسائل بهذا الشكل. بعد النقر على زر الخاص بالرسائل كما قلنا إخواني الكرام، كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالتوجه إلى الشريط العلوي، تقوم بالنقر على هذه النقط الثلاث بهذا الشكل. بعد النقر على هذه النقط الثلاثة بهذا الشكل، سوف يظهر لك هنا مجموعة من الأقسام وكذلك الإعدادات. كل ما يهمنا هو خيار خاص بالسيتنج، تنقر عليه بهذا الشكل. بعد ذلك مباشرة سوف يظهر لك الرقم الهاتف الخاص بك وكذلك الشريحة الخاصة بشركة الاتصال. كذلك إذا كنت تستخدم كما قلنا أكثر من رقم على الهاتف الخاص بك أو أكثر من بطاقة سيم على الهاتف الخاص بك، سوف يظهر لك هنا كما تلاحظون معي إخواني الكرام، سوف يظهر لك الرقم هنا. هذه الطريقة فهي بسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التي قمت بشرحها، وإن شاء الله سوف تقوم بمعرفة رقم الهاتف الخاص بك بطريقتان مختلفتان على كما قلنا هاتف شاومي. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.